هاي يا حبت بيك، هاي صارت الدنيا الظهر ولسه ما رجعوا. الغايب حجته معه يا عاصم بيك، انت بس اصبر. اصبر اصبر اصبر، ومنين بده يجيني الصبر؟ ما هو لازم يمسكوه، انت بس اطمن. وين بده يفلت من بين ايديهم؟ يا خوفي انه يفلت من ايديهم. اذا فلت من ايديهم هذه مصيبه، مصيبه كبيره. بخاف يسووا بيجي مثل ما سووا ابوه زمانه. لا يا عاصم بيك، لا تكبر الموضوع كثير. هذا مش اكثر من ولد، هسا بتشوفه قدامك مثل الارنب. سيدي عواد، خبك عواد. للاسف سيدي. ايش؟ ما مسكتوه؟ للاسف فلت من ايدينا. شايف يا احمد بيك؟ شايف؟ هذا اللي كنت حاسب اسعابه. اهدى يا عاصم بيك، اهدى شوية تنفهم شو. كيف ما مسكتوه يا عواد؟ كيف؟ سيدي فتشنا عليه كل المنطقة وكل الاتجاهات وما لقينا له أثر. كيف هذا بصير يا عواد؟ كيف بفلت من ايديكم؟ ما نحكيش يبتعد عن القرية. سيدي احنا عملنا كل جهدنا. وليش ما ضليتوا وراه؟ ليش ما لحقتوه؟ سيدي انا حبيت ارجع على الغيب اللي صار من الاول، وما حبيت اتابع بعثي. خوف بالك انشغل، وانا جاهز لاي اوامر ثانيه. زفت زفت، هذا اسمه زفت. هذا اللي سويته زفت. هذا تقصير منك يا عواد، اهمال، ولازم تاخذ الجزاء عليه. هذا مش وقت للجزاء يا حكمة بيك، خلوهم يرجعوا يفتشوا عليه، ما في وقت للحكي. ماشي، حسابي معك بعدين يا عواد. وهسا خذ رجالك ولا ترجعوا الا ومعك وسعد الزين، حي او ميت، مفهوم؟ مفهوم سيدي. يلا تفضل شوف شغلك. استنى استنى يا عواد. خير يا عاصم بيك، في اشي؟ ضروري ياخذوا معهم قصاص اثر. برضو معقول، بس مين بده يقص الاثر؟ قصاص الاثر عندي. مين هو؟ عارف الاعرج، ما في غيره يقص اثره ويعرف مكانه. ماشي عواد، ارسل واحد خليه يجيب عارف الاعرج، خليه يجيني هون. حاضر سيدي. تفضل ارتاح يا عاصم، ارتاح.